هي بداية التسجيلات الجامعية الأولية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد دورة جوان 2018. هنا على مستوى جامعة بوزريعة العملية تسير في ظروف عادية. جيت الماركي واش ما شوية يعجبني باش نديرو إن شاء الله الحمد لله، وقاموا بينا ورونا لي شوا واش نديرو وهنا خيرنا والحمد لله. جينا اليوم باش نشوفوا لي شوا اللي حيبداو من علينا هنا، عطاونا يعني تهلاو فينا كل واحد ان بوست، البوست ديالو بلا عقل مام ديلي تاع الاخر، عطاونا خمو شويه مام الافونس. وزير التعليم العالي لدى اشرافه على العمليه اكد ان النظام المعمول به هذه المره لتوجيه الطلبه الجدد يعتمد على 4 رغبات، وهو النظام الذي سمح العام الماضي بتحقيق 78% من رغبات الطلبه. الان اذا الطالب جاه الاختيار اللي طلبه وقابل به فأهلا وسهلا، إذا لم يقبل الاختيارات التي وجه إليها وخاصة إذا وجه إلى الاختيار الرابع، فمن حق الطالب في فترة ثانية بعد ما تنتهي هذه الفترة أن يعيد تقريبا يعيد عملية التسجيل في 4 اختيارات أخرى جديدة، وستعالج بنفس الطريقة وسنبلغه بالتوجيه الجديد. إذن فيه نظن أحسن مما كان في القديم لما الطالب ما يحصلش على رغبة من الرغبات يعمل الطعن، الآن ما كاش طعن. هذا وسيكون التلاميذ على موعد مع نتائج التوجيهات في 7 أوت المقبل، على أن يكون آخر أجل للتسجيلات النهائية في 16 سبتمبر المقبل.